اكبر الله اكبر غنائم الجيش الاسدي الله اكبر. تم الاغتيال كتيبه دفاع جوي كتيبه سعد بن عباده التابعه لواء تحرير الشام. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ارحم علينا هذا فاضي. كتيبه سعد بن عباده كتيبة سعد بن عبادة اختراب صواريخ. الله اكبر يلا يا رجال صواريخ. الله اكبر الله اكبر. كتيبة سعد بن عبادة التابعة للواء تحرير الشام. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد. غنائم الجيش الاسدي الحمد لله. هذه قواعد غنائم الجيش الاسدي صواريخ مع قواعد كتيبة سعد بن عبادة تابع لواء تحرير الشام. الله اكبر ولله الحمد. تم السيطرة على كتيبة دفاع جوي في منطقة الغوطة بريف دمشق. هذه هي الصواريخ. يلا يا اخي يلا تكبير. الله اكبر تكبير. الله اكبر. هاي على بيتك يا اسد واصبي. الله اكبر. بعدنا الرجال. هذه هي ارقام الاسد غنائم. هذه هي الارقام التي يفجرها فيها الابديه الدمشقيه. الله اكبر. هذه هي غنائم الاسد. الله اكبر. هذه راجمات الصواريخ القاعد الصواريخ. هذا هو الصاروخ. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. هيا رجال الغوطة هيا رجال الغوطة يا اسد. كتيبة سعد بن عبادة. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لسه في 25 صاروخ قدام الله اكبر يا رب. المخازن يلا المخازن الثانية.